حتى نقطع الجدل هنا وهناك، ألتقي بالسيد أحمد الصحاف المتحدث الرسمي للخارجية العراقية. السلام عليكم أستاذ أحمد. عليكم السلام، مرحبا بك أستاذ نجيب. أنا أشكرك يعني لأهمية الموضوع ولاستبيان الموقف الرسمي للحكومة وللخارجية العراقية بعد أن أثير جدلا كثيرا اليوم حول قضية بعثة الاتحاد الأوروبي التي رفعت هذا العلم لليوم العالمي في كل العالم، هذا موجود اليوم لمناهضة العنف ضد الشواذ والمتحولين جنسيا. ما هو الموقف حتى هذه اللحظة؟ تحية وتقدير لكم أستاذ نجم، ومن خلال منصتكم الإعلامية المحترمة إلى كل جمهوركم العزيز. بالحقيقة وزارة الخارجية العراقية تابعت منذ الساعة الأولى لخبر رفع بعثة الاتحاد الأوروبي لبغداد علم الشواذ والمثليين على مبناها، كما قامت بذلك أيضا سفارة المملكة المتحدة بريطانيا وكذلك السفارة الكندية وبعض السفارات المقيمة لدى بغداد. وزارة الخارجية العراقية كما تعلمون تنسق مواقفها مع السفارات والبعثات وتيسر عملها من جهة بالاستناد إلى اتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات، لكن بالوقت ذاته ونفسه أيضا تنظر بعين بالغة الاحترام والتقدير لأبناء شعبنا العزيز، كما أن الوزارة كمؤسسة دولة سيادية تعكس أخلاقيات المجتمع العراقي وقيمه. البيان الذي صدر عن وزارة الخارجية العراقية عبرنا بموجبه عن شجب وزارة الخارجية لقيام بعثة الاتحاد الأوروبي وبعثات أجنبية أخرى عاملة في العراق برفع علم المثلية في مقراتها لما يمثله من مساس بالمبادئ والقيم الأخلاقية السامية التي تحترمها الديانات السماوية كافة، فضلا عن تنافي هذا العمل مع القيم والأخلاق والأعراف الاجتماعية لبلدنا العزيز واستفزازه للمشاعر والمعاني الدينية المقدسة. هذا الأمر بالحقيقة ومن خلاله نذكر كافة البعثات العاملة في العراق بلزوم التقيد بالقوانين المرعية في البلاد ورعاية الأعراف الدبلوماسية والقيم السائدة في المجتمع العراقي، وتأكيد مبادئ الالتزام التي وردت في مواد اتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات بين الدول. طيب ماذا يترتب على هذا الذي أنتم الآن تشجبونه وتعتبرونه إخلال باحترام القيم والعادات والتقاليد؟ يعني هل تم استدعاء السفراء أم أنكم اكتفيتم فقط بالبيان؟ أستاذ نجم، عمليا العمل الذي تم اليوم هو بالحقيقة خرق للقواعد الأخلاقية التي يعني يرعاها المجتمع العراقي ويستند في كل أصوله ومتبنياته إليها. نحن بوزارة الخارجية العراقية إذ نشجب هذا العمل، هذا لا يعني أن الوزارة تتوقف عند هذا الحد، وبالتأكيد التنسيق مستمر مع هذه البعثات من جهة التعريف بضرورة الالتزام وبأعلى مستوى باحترام قيم ومبادئ أبناء الشعب العراقي ولفت النظر مجددا إلى المواد الواردة في اتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات بين الدول، لا سيما في المادة 21 من الاتفاقية والتي تنص على أن البعثات المقيمة في البلد المضيف تلتزم برفع علم دولتها، وإذا ما أرادت أن ترفع علم آخر فبالتشاور مع وزارة الخارجية في البلد المضيف، إضافة إلى أن المادة 41 من اتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات تنص على ضرورة أن تحترم البعثات الدبلوماسية المقيمة في البلد المضيف القوانين المرعية في هذا البلد. وأذكر أن البعثات الدبلوماسية في أولى أولوياتها أنها تنتهج مبدأ تقويم العلاقات وإشادتها بما يصب بصالح الشعبين أيا كانت تسميتهما، البلد المضيف وما يقابله في البلد الآخر.
هذا العمل الذي قامت به بعض السفارات والبعثات اليوم لا يأتي بهذا السياق. يعني هنا أنتم لا أنتم تستنكرون تجبون لا يأتي ضمن هذا السياق، لكن إذا ما أردنا أن نقرأ أنا وأنت، عفواً هذه العبارة لم أسمعها، عفواً. يعني أنا أقول أنتم من حقكم أن تستنكروا تجبوا تقبلوا ترفضوا، لكن إذا أردنا أن نقرأ من خلالك أو من خلال الموقف، ما هي الرسالة التي أرادها يعني بعثة الاتحاد الأوروبي من رفع علم في سفارتهم وفي هذا التوقيت، وهي أول مرة تحصل في العراق، في حين يعني أعتقد هذا حتى ما حصل في دول عربية أخرى؟ إذا أردتم أو إذا ما أردتم أن تقرأوا هذه الرسالة، ماذا تعني إذا ما فككتموها إذا كانت فيها شفرات إذا صح التعبير؟ احترام. عادة ما تنحو البعثات الدبلوماسية المقيمة في البلدان المضيفة إلى أن ترسل الرسائل وتشيد المواقف من أجل أن تعزز نمط العلاقات الدبلوماسية وتؤكد قاعدة المصالح المشتركة وتعمل على بناء فضاء متصل متوازن بين البلدان. الرسائل التي بعثها هذا الموقف اليوم من خلال ما قامت به بعض البعثات الدبلوماسية، هذه الرسائل بالحقيقة لن تأتي لصالح يعني نهج نريد أن نكرسه على أساس من التوازن والاعتدال والاحترام واعتماد مبدأ الخصوصية لبلدنا والتي نستند فيها إلى الدستور والقوانين العراقية النافذة. طبعاً. نحن نذكر البعثات الدبلوماسية كافة المقيمة في العراق أن احترام سيادة العراق هي أيضاً لا تتجزأ عن قيمه الأخلاقية ومضامينه الاجتماعية التي يرعاها المجتمع ويرقبها ويؤكدها يومياً من خلال قواه الفاعلة ومؤسساته الاجتماعية وسلوكه اليومي. المجتمع العراقي مجتمع عريق، مجتمع عتيد، يتحلى بالكثير من الصفات والشمائل. مؤسسات الدولة العراقية هي بالتالي تعكس هذه الأخلاقيات للمجتمع العراقي. نحن اليوم إذ نسجب هذا العمل ونؤكد على ضرورة التزام البعثات بمبدأ احترام الأخلاقيات والنوامين. ماذا كان رد السفارات العراقي يا أستاذ أحمد بعد بيانكم؟ وهل أجريت معهم اتصالات هاتفية حتى هذه اللحظة؟ ماذا كان ردة فعلهم؟ أكيد وزارة الخارجية العراقية نحت باتجاه التنسيق مع هذه البعثات، بيان أن هذه المواقف لن تنتهي لصالح العلاقات وأن الحالة العامة الآن التي تنتشر في وسائل الإعلام في السوشيال ميديا في التعبير عن القوى السياسية والاجتماعية هي كلها تؤشر لحالة استياء، وبالتالي وزارة الخارجية العراقية تلفت نظر كل البعثات المقيمة لا سيما التي اختصت برفع هذا العلم المرفوض الغير المحمود المتقاطع مع القيم للبنية الأخلاقية للمجتمع العراقي. عمل كهذا لن يأتي لصالح هذه العلاقات ولن يؤكد مضامين مستقرة، وأكدنا عليهم ضرورة الالتزام بقيم وأخلاقيات المجتمع العراقي كما أكدنا في الوقت ذاته أن وزارة الخارجية العراقية ملتزمة باتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات بين الدول في تيسير عمل البعثات الدبلوماسية ودعمها والتواصل والتنسيق معها، لكن على أساس من وعي خصوصية الدستور العراقي والقوانين العراقية النافذة. هل ستكتفي الخارجية والحكومة العراقية بالبيان وإلفات نظر هذه السفارات، أم أنها ستطالب هذه السفارات بتقديم اعتذار رسمي للشعب العراقي مثل ما أنت تقول أنه هذا قد جاء مساسا بالسيادة العراقية؟ أساساً بأخلاقيات وأعراف وقيم المجتمع العراقي. وسبق لسفارة المملكة المتحدة بريطانيا في بغداد أن نشرت تغريدة بوقت سبق أشارت في تغريدتها إلى أن الحكومة العراقية أي
السفارة، والكلام هنا للسفارة عبر حسابها الرسمي بوقت مضى، أنها ترحب بإجراءات الحكومة العراقية بما يتعلق بالحرية الجنسية. وآنذاك قامت وزارة الخارجية وعلى الفور بالاتصال بسفارة المملكة المتحدة في بغداد، وطلبنا منهم الدليل على كلامهم، أنهم قالوا في تغريدتهم أنهم يرحبون بإجراءات الحكومة العراقية. قلنا لهم أين هي هذه الإجراءات التي تقولون عنها؟ الحكومة العراقية لم يصدر عنها أي شيء بهذا الصدد، وهي لا ترحب إلا بما يعكس قيم وأخلاقيات المجتمع العراقي، وهي لا تنحو بأي اتجاه يخالف ذلك. كانت هذه التغريدة لسفارة المملكة المتحدة في بغداد جاءت في سياق متصل لتغريدة إحدى منظمات المجتمع المدني في كردستان العراق، والتي أكدت بمضمونها أنها تعزز أو تركز على مبدأ الحرية الجنسية. ونسقنا مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء دائرة المنظمات غير الحكومية آنذاك أصدرت بيانا أوضحت فيه أن المنظمة هذه غير مسجلة، وقالت نحن لا نعترف ولا نقر بأي سلوك يتعارض لقيم المجتمع العراقي. نسقنا مع الجانب البريطاني في حينها، وتم رفع التغريدة والاعتذار. اليوم وزارة الخارجية العراقية إذ تسجب هي تلفت عناية جميع السفارات والبعثات المقيمة بضرورة الالتزام باتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات ورعاية القيم والأخلاق والأعراف للبلد المضيف وهو العراق، وأن وزارة الخارجية العراقية هي انعكاس لقيم وأخلاقيات وأعراف المجتمع العراقي. يعني الأمر لم يبدو أو ألا يبدو لك أنه لم يصدر من فراغ؟ كانت هنالك تغريدة، واليوم استغلال ليوم هم يحتفلون به أيضا مارسوه في العراق. هنا يقود إلى سؤال، وأنتم الأقرب والأكثر معرفة بهذا الموضوع، هل فعلا هذه الحالة الشواذ والمتحولين تحولوا إلى ظاهرة في العراق؟ هل هم أعداد وبالتالي هذه الدول تريد رعايتهم، تطالب بحقوق لهم؟ الفات نظر الحكومة والشعب أنه هذه الحالة قد ترسخت؟ لو أكو موضوع آخر إحنا نجهله بمكاشفة صريحة. أستاذ نجم المحترم، أنت حضرتك الآن تتحدث مع المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية. تمام. أنا صحيح اختصاصي البحثي، أنا دكتوراه سوسيولوجيست علم اجتماع، لكن لا أريد أن أنحو منحا تحليليا لهذه الظاهرة في إطار الوصف والتحليل على مستوى المجتمع العراقي، لكن أنا أرتكن في كلامي إلى وجهة النظر الرسمية التي تعد أن مواقف كهذه وسلوكات كهذه لا تنم عن أصالة وأخلاقيات وأعراف المجتمع العراقي، فضلا عن تنافيها مع قيم وتعاليم الأديان السماوية. المجتمع العراقي مجتمع في غالبيته مجتمع إيماني، نعم، يؤمن بالأديان، والأديان فيه متعددة، وهذا الإيمان، والإسلام هو مصدر التشريع، حالة من الأصالة. نعم، أو الإسلام مصدر التشريع في الدستور العراقي. الإسلام هو مصدر التشريع، نص على ذلك. نعم، نص على ذلك الدستور العراقي. وخلاصة القول أن المجتمع العراقي مجتمع تتعدد فيه الأديان، زي. ربما الدين الإسلامي هو الدين الأكثر شيوعا وانتشارا في صفوف أبناء شعبنا العزيز، لكن الحالة العامة للبنية الأخلاقية للمجتمع العراقي ترفض قيما كهذه وسلوكات كهذه، ومؤسسات الدولة العراقية هي انعكاس لهذه القيم التي ترفض هذه المبادئ وهذه السلوكات وهذا التعاطي. أكرر، نحن في بيان وزارة الخارجية العراقية شجبنا هذا الفعل، ونسقنا مع هذه السفارات والبعثات المقيمة، وأوضحنا لهم ضرورة الالتزام وعدم تكرار كل ما من شأنه أن يعد استفزازا لأخلاقيات ومشاعر ووجدان أبناء شعبنا العزيز. ولا تزال وزارة الخارجية العراقية تتابع، وأؤكد
أننا انعكاس لأخلاقيات مجتمعنا العزيز وقيمه ومبادئه. الأستاذ الدكتور أحمد الصحاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية العراقية، تقبل تحياتي وشكرا على هذا الاتصال.